المستوى الجامعي. بلورنا واحد الهندسة بيداغوجية مهمة على المستوى الجامعة، وغادي ننزلوها ابتداء من هذا الدخول، هو نظام البكالوريوس. لماذا؟ لأن بغينا خريج الجامعة يكون عنده واحد الشخصية، عنده واحد الريادة، عنده واحد تمكن من اللغات، وعنده تمكن من الأدوات الرقمية. بغينا هذه التكوينات ديالنا تكون ملائمة لمتطلبات الشغل. لهذا حدثنا هذه الثورة الإصلاحية على مستوى التعليم العالي، وإن شاء الله بنفس العزيمة وبنفس الدينامية غنستمروا فيها باش يكون هذا الورش واحد الورش ناجح، واللي غيعطي واحد القفزة نوعية للجامعة المغربية. بالنسبة للتكوين المهني نفس الشيء، مقاربات مهمة، بيداغوجية الكفايات، تكوين مهني في الوسط مهني، الانخراط ديال المهنيين في تأطير هاد المتدربين، لأن التكوين المهني غيكون عنده الأثر على تنافسية المقاولات، على جلب المستثمرين، وعلى رفع قدرات ديال هاد الشباب ديالنا اللي اليوم خصنا لابد نحفزوهم. أظن أن كما جاءت على لسان الأخ الكريم، درنا واحد في هاد ظل هاد الجائحة وهاد الأزمة الكبيرة، كانت عندنا واحد المناسبة باش نتجاوزوا الطاقات ديالنا، والحمد لله اليوم نساء ورجال التعليم احنا فخورين بهم بالعمل اللي قاموا به باش بتكروا حلول رقميه في وضمنوا لنا الاستمراريه البيداغوجيه. هذا المكسب اليوم خصو يكون مكسبنا حنايا، وخصنا لابد نمشيو لتطوير واحد المدرسه رقميه، واحد الجامعه رقميه، بفضل هذه المضامين الرقميه اللي استطعنا نحدثو، بفضل هذه المؤسسه اللي استطعنا نمروا هذه واحد الاسبوعين، مرنا مرسوم لكي مأسس التعلم عن بعد، وهذا واحد إنجاز كبير في الاتجاه نحو هذه المدرسة وهذه الجامعة الرقمية. وكما جاء على لسان الأخ أزين، المدخل الحقيقي للارتقاء بالمنظومة بتجويد المنظومة هو العنصر البشري. العنصر البشري أساسي، هو المحور ديال هذه المنظومة. لهذا أولا خصنا لابد نرفع من الوتيرة ديال التوظيفات. مشينا في واحد الوتيرة 15000 17000، اليوم خصنا نمشيو لأكثر 22000 25000، لأن الخصاص كاين، لأن كل سنة عدد الوافدين على المنظومة 600000 طفل اللي كيوصل للمنظومة. لهذا خص نواصلوا الإنجازات ديال المؤسسات والتوظيفة ديال الأساتذة. قالها الأخ أزين، ما يمكنش هذا الأستاذ باش نعترفوا بالمكانة ديالو وبالدور ديالو ويقدم الرسالة في أحسن وجه، باش خصنا نحفزوه، وباش نحفزوه خصنا التوظيف يكون بسلم 11. شنو هو سلم 11؟ هو بكالوريا زائد 5. بكالوريا زائد 5 أستاذ كيكون عنده الكفاءات المهنية الكافية باش يمكن يقدم هذا الأداء في أحسن وجه. وأيضا هذا ما يمكنش يبقى هذا الحيف اليوم بالأساتذة ديال الابتدائي والإعدادي. اليوم أساتذة التأهيلي عندهم خارج السلم، خصنا لابد نمنحوا لهذا الأساتذة الابتدائي والتأهيلي والإعدادي خارج السلم. لماذا؟ لأن اليوم هاد الأساتذة الابتدائي كيطلبوا يغيروا الإطار ويمشيوا للتأهيلي، حنا بغيناهم في الابتدائي، لأن البيداغوجية المهمة، لأن الاستضافة ديال التلاميذ على المستوى الابتدائي هو الأساس. لهذا خصنا نحفزوهم على المستوى ديال الابتدائي. أيضا خصنا لابد، وهذا واحد المقتضى درنا في قانون الإطار، هو نعوضوا هاد الأساتذة اللي كيشتغلوا في المناطق النائية. اليوم الحمد لله بفضل التوظيف الجهوي استطعنا نوفروا أساتذة في كل المناطق المغربية. ما كتلقاش شي قرية اللي ما فيهاش مدرسة واللي ما فيهاش أساتذة. هاد تضحية الأساتذة خصنا لابد نجازيهم عليها بهاد التعويض على المناطق النائية. أظن سأكتفي بهذا القدر السيد الأمين العام، الإخوة والأخوات، وشكرا لكم على مساهمتكم، وإن شاء الله حنايا موجودين باش نتفاعلوا معكم.